الحر السوري وأدينا من أجل الدفاع والحماية عن المدنيين العزل. عاشت سوريا حرة أبية. احنا بنناشد الدول الأوروبية بنتوقف مع الشعب السوري المظلوم من أجل الحصول على الحرية. The situation in Syria. What do you think of it? You have no idea. We've got no idea about that. We have no idea about the situation. No, sorry. هون روسيا and China. انه عم يلعبوا بلاي عم يلعبوا بزمن التدخل الخارجي صرنا نقتل في بعض نضرب في بعض ونسينا كلامنا والوفاء والوعد اللي صار عبارة عن دفع أموال من دول خارجية بغية دخول احتلال طيب من دون تبويس للعياد الخارجية يلي عندهم هدف أول محو الأمة العربية خليك أكبر من هيك نظرة طلع حواليك انت تطلع عبد بين إيديه وهو يبقى البيت. أنا جيت بسبب ابني لهون, ابني تصاوب بسوريا وجبته لهون. أنا لا حاربته ولا ظهرت ضده لا عملت شيء ضده يعني ليش هجرني وطششني لبلاد تانية. They become like desperate, and a lot of people join the Free Syrian Army from the camps. صعب إنه الواحد يقنع حدا خسر حدا من عائلته أو من أصدقائه بالبقاء ضمن الجانب السلمي من الثورة. أنا بشار الأسد أدر كل الشباب أنا أبص هيك ضربهم طيرهم. نحن ما بدنا قتل وضرب يعني حتى من الجيش الحر او ما من الجيش الحر. نحن اول ما بدينا سلميه, نحن بدنا سلميه, اهم شيء السلميه. شوف وين وصلت من وين طلعت وين اجيت شوف الدي صار اللي بفضل فن على البيت برايك شو منتصر حدا انه هي اذا جبتها على الوش قويه هي بفضح مهارتي من فرد ما بسأل علمها فرد لأنه شفت ما استفدت من يلي علي تقدر شفت صغير شفت كبير واللي مفكر حاله أكبر سطر ورا سطر ورا سطر بخاف من اللي عندي من كبر سياسة الحظر شو بتعرف عن تكون عايش وعندك فن توصل فيه لمرحلة من بعد تصير مو مهتم فشوف حالك وين وصلت. نحن بسوريا 20 مليون, النظام ما رح يقدر يقتل 20 مليون شخص, فبالتالي إذا بلش الكل يشتغل على اتجاه بالشيء اللي بيقدر عليه يعني كل واحد بمجال عمله بمجال اختصاصه هالنظام بالنتيجة رح يوقف لأنه ما رح يقدر يقتل 20 مليون. فإننا لن ننتصر. أحب بعضكم وانسوا الخلافات التي يريد النظام أن يبثها بينكم. It's a difficult road, but it's a beautiful road. Mm-hmm.